برانديفو اليوم تحريج بالخنشارة المسؤولة الشؤون الإدارية والتواصل بمشروع التحريج بلبنان موجودة معنا جانا الجوهري. أهلا وسهلا فيكي. معنا كمان جوزيان أسعد مسؤولة برنامج المسؤولية الاجتماعية بالسبت. أهلا وسهلا فيكي كمان. قبل ما نبدأ خلينا نتعرف أول شيء على مشروع التحريج وعلى السبت لنرجع نحكي عن برنامج الأحد. أكيد مشروع التحريج في لبنان لبنان ريفورستيشن إنيشيتيف هو مشروع ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ومنفذ من مديرية الأحراج الأمريكية USFS. ونحن على مدى السنين نحن بنجرب قد ما فينا نزرع شجر على مختلف المناطق اللبنانية، وقدرنا لهلا تقريبا نزرع 500,000 شجره. وهيدا بالتعاون مع الان جي اوز مثل السبت يلي رح نتعرف عليها اليوم كمان. السبت مختصر عن سيف انرجي بلانت تريز، هي جمعيه بتعنى بثلاث برامج تقريبا. اول برنامج هو التوعيه الاجتماعيه للشركات كوربريت سوشيال ريسبونسبيلتي، ثاني برنامج عنا اياه هو اليوث انجيجمنت انخراط واندماج الشباب بالمجتمع اللبناني المجتمع المدني والبيئه، وثالث برنامج هو برنامج البيئه اللي هو موضوع حديثنا اليوم. فإذا بعد ما تعرفنا عليكم خلينا نشوف ليش تحريج وليش هلا وليش بيوم المرأة العالمي اللي هو نهار الأحد. نحن على مدى السنين استراتيجية مشروع التحريج بلبنان هي إنه تشارك المجتمع المحلي والمرأة بالعمل البيئي، وقدرنا نفعل هيدا الاستراتيجية لأنه على مدى السنين نحن مش هدفنا الأساسي كان بس نزرع شجر، بس كمان نحافظ على استدامة هيدا الشجر، وهيدا الشيء ما بيصير إلا لما يكونوا مستعدين البلدية واللجان البيئية اللي هي كان في عدد كبير من النساء من الضياع. بقى نحن فعلنا هيدا دور المرأة على مدى السنين، وكمان بحملة امناها سنة الماضي كمان بيوم المرأة العالمي بالشراكة مع سبت قدرنا كمان نعمل حملة تشجير. حملة تشجير جابت عدد كبير من النساء الضياع من الجمعيات النسائية، وقدروا كل العيال والمتطوعين من مختلف المناطق اللبنانية يزرعوا بهيدا النهار. بقى نحن أخذنا على عاتقنا بمشروع التحريج بلبنان أنه كل سنة نحتفل بهيدا النهار على طريقتنا الخاصة، واللي هي أنه نعمل حملة تشجير بهذا النهار نشارك المرأة مع عيالها مع المتطوعين من مختلف المناطق اللبنانية. جوزيان فإذا سبت باسمها يعني من أهدافها الأساسية هي التشريج، هي زرع الأشجار. مظبوط، هي زرع الأشجار والتوعية على أهمية البيئة ودورنا نحن كأفراد كشركات أنه يكون عنا دور مساهم وفعال. لهيك نحن كمان نهار الأحد بالتعاون مع الـRI وبنهار العالم للمرأة حنعلن عن انطلاق مبادرة مشروع تحريج الأراضي المجللة، يعني الجل القديم بلبنان. حيكون هالأراضي هي أوقاف دينية من بكافة المناطق اللبنانية ومن كافة الطوائف. حيكون هدفنا أن نرجع نعيد زرع هالجل القديم اللي بنوه أجدادنا بشجر مثمر وشجر مثل زيتون مثل صنوبر مثل نجاس بري. هالمشروع كتير مهم لأنه بيخلق فرص عمل وبيعمل ما يسمى بالفاليو تشين، خلق فرص عمل وخلق دور اقتصاد مهم بالمناطق والضياع اللي حيتم تشجير فيها، إن كان أهل الضيعة فيهم يقطفوا فيهم يسقوا فيهم يزرعوا. على المدى الطويل إن كان بعد من هلأ ولا بعد 10 سنين حيكون في دور بناء للمشروع. فكرة كتير مهمة لأنه نحن دائما بنحكي عن تحريج انه ما لازم نخسر يعني اشجارنا يلي بيتميز فيها لبنان، بس الاشجار المثمره كمان بيتميز فيها لبنان. لو في نجاس بلبنان وفي نجاس بامريكا، بس نجاس لبنان مش مثل نجاس امريكا والى اخره. عم نبلش يعني نفقده هالشيء، بقى لازم هلا نكون عم نبلش نشتغل. فكره كثير حلوه، حبيت هالشيء. والمزارعين قد ايه رح يستفيدوا كمان من هالموضوع؟ المزارعين حيكون لهم دور كتير فعال، لأنه بالنهاية نحن بزراعة الأشجار بالضياع عم نرجع كمان نعطي المزارع دور لإله يجي يساهم ببناء طبيعته، ونفس الوقت أنه يخلق فرص عمل لإله ولعائلته. نهار الأحد شو رح يصير جنى؟ نهار الأحد رح يكون في متطوعين عم يطلعوا من أغلب المناطق اللبنانية ليشاركونا بهيدا النهار. رح يكون في عنا حضور مميز من رئيسة بيروت ماراثون مس مي خليل، وقررنا تجي مس مي خليل لأنه هي حدا
عندها دور انه هي قدرت بفتره كثير قصيره تغير فكرتنا لمفهوم السبور والركض. بقى نفرجي انه المراه فيها تغير مفهومنا تجاه التشجير وتقدر تعمل تبعث مساج لعائلتها على اهميه التشجير لانه هي بتقدر تغير. بقى رح يكون في عنا كمان ضيف مميز اللي هي رح تكون موجوده وعم تزرع معنا، واكيد حضور الرئيس البلديه والرئيس الدير لانه رح يكون هو على اراضي دير مري يوحنا السابق بالخنشارة. كيف بتقدروا تتابعوا؟ يعني كنا عم نقول قبل شوي انه مش مهم بس نزرع الشجره، اهم انه نقدر نكبرها. يعني كيف بتتابعوا هالموضوع؟ إن كان بالجمعيات ولا بالمجتمع الأهلي يلي موجود على الأرض، ومثل كمان نحن تعاوننا مع الأرقاء منجرب على طول أنه مش بس زرعنا شجرة، بس من خلال ندواتنا، من خلال الأنشطة اللي بنعملها منجرب أنه على طول نرجع على الشجر يلي زرعنا، نرجع على الأراضي اللي زرعناها ونتأكد أنه بعدها مهتم فيها وبعده عم تكبر وعم تعطي من خيراتها للأرض اللي زرعناها فيها. فإذن كمان لازم يكون في توعية معينة لأهالي المنطقة ليقدروا يكونوا عم يستفيدوا من هاللي ينعمل. أكيد هو أصلاً هيدا اللي بينعمل في أجريمنت بيننا وبين سبت وبين البلدية وبين الدير اللي هي بتكون على 3 سنين، اللي هي مش بس بتكون عم نزرع، بنكون عم نزرع ومنحمي ومنسقي ومنقطف. بقى it's a process، يعني مش one shot activity. وهون عم نحكي عن هالإيفنت بالتحديد يلي هو نهار الأحد، لكن والكل مدعوين عليه مبدئيا. بس مزبوط. يعني في مجال للتنظيم او ضروري التنظيم او لازم نكون عم نعطي خبر قبل بوقت؟ مزبوط. نحن اوريدي بيقدر كمان مين ما كان يفوت على الفيسبوك بيج تبعونا ليشوف اكثر ديتيلز عن الايفنت يلي هي لبنان ريفورستيشن انيشيتيف. واكيد اللي حابب يشترك معنا في يتصل على ارقامنا 0595151 او 6. نحن عندنا باصات عم تطلع من بيروت من المتحف، يلي بحب يشترك بده يدق ويحجز السيت تبعه، بنعطيه نحن اكثر ديتيلز عن ال نحن اكيد ندعي كمان قد ما في يكون مشاركه واسعه من المجتمع المدني، ان كان الاطفال ولا النساء ولا الافراد، لانه بالنهايه هذا نهار يوم العالم للمراه حابين نحتفل فيه سوا، ونهار كمان بيئي بامتياز، ان كان بمشروع تشجير بالخنشاره او باعلان مبادره اطلاق تبع تشجير الاراضي تبع تشجير الجل. مساهمه اهل المنطقه كيف بتفعلوا كمان؟ هي مثل ما قالت جانا، بالنهاية وعم يكون في اتفاق بين البلديات بين الجمعيات، فالبلدية بتهتم بهالشيء. مزبوط. وفي يكون كمان توعية، نحن بنساعد المزارع يكون في عنده توعية كاملة لكيف يزرع، كيف يقطف، لكن عم يكون عندنا دور فعال وبناء على الأرض. جانا، لليوم خبرتكم بالتشجير والتحريج شو أثمرت؟ أثمرت نجاح واسع على نطاق البلديات وعلى نطاق أهل الضيعة، اللي هن صار كأنه امتلكوا المشروع، يعني صار لإلهم أكثر من لإلنا، كأنه ناطرين هالدفع. كان ناطرين هيدا الشيء، هيدا كان عندهم اندفاع كثير قوي، لأنه نحن هلا إذا فلينا نحن فينا نقول إنه إيه هن جاهزين إنه يحافظوا على اللي زرعناه سوا، لأنه هن حسوا إنه they own the project. فهيدا نرجع بس بنذكر بالصفحة إذا كانوا يعني الأشخاص اللي حابين يرجعوا يشوفوا تفاصيل هالإنترفيو. Lebanon Reforestation Initiative. طبعاً فيكم ترجعوا تتابعوا هالإنترفيو على صفحاتنا، صفحات الـ MTV وكمان صفحات MTV Live. جنى الجوهري المسؤولة للشؤون الإدارية والتواصل بمشروع التحريج بلبنان، أهلا وسهلا فيكي. جوزيان أسعد مسؤولة برنامج المسؤولية الاجتماعية بالسبت، أهلا وسهلا فيكي، شكراً لوجودكم معنا. وفي هلا بنرجع نتابع نحن وياكم مشاهدينا مع الكوكينج، خليكم معنا.